75% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مسؤولة عنها دول مجموعة العشرين، ولازم تلتزم كلها بصافي صفر انبعاثات كربونية في 2050، وإلا راح تتضرر حياتنا واقتصادنا وصحتنا. بس قبل أن نعرف من هم دول مجموعة العشرين بنفهم شو يعني صافي صفر انبعاثات كربونية. صافي صفر معناه ببساطة أنه ما راح نستغني بشكل كامل عن أنشطتنا اللي تساهم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مثل قطاع الطاقة أو النقل، لكن نريد أن الكمية اللي نبعثها من ثاني أكسيد الكربون ترجع البيئة وتمتصها بالكامل، بحيث يكون في توازن بين ما نصدره وبين ما يتم امتصاصه، يعني صافي بيكون صفر. وهالشيء يتم بطريقتين: الأولى أن نقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والثانية بأن نعزز موارد البيئة من حولنا مثل التشجير وزراعة الغابات وغيرها من الآليات الطبيعية اللي تمتص ثاني أكسيد الكربون بنسب كبيرة. فكان المطلوب من كل دولة أنها تضع خطتها الخاصة لتخفيض انبعاث الكربون، خصوصا الدول الست الأكبر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل الصين وأمريكا، الهند، البرازيل، روسيا وإندونيسيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة لباقي الدول فالإمارات قدمت مبادرة بقيمة 600 مليار درهم كأول دولة خليجية تلتزم بصافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 من خلال مبادرة نت زيرو 2050 الاستراتيجية، وهي خطة للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مدى العقود الثلاثة المقبلة. وميثاق مبادرة نت زيرو 2050 تم توقيعه من قبل حكومات السبع إمارات، وينص على التزامهم بسن ورصد مبادرات وتدابير لتخفيف من آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي والبيئة والأمن البيولوجي والصحة العامة. وأكيد سمعتوا عن مشروع محطة كهرومائية بتقنية الضخ والتخزين في حتى، ومبادرة الشاحن الأخضر، ومشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية، ومشروع زراعة أشجار القرم وغيرها. الوصول لصافي الانبعاثات الصفري اللي تتبناها الإمارات اليوم أمر مهم، لأن درجة حرارة الكوكب في ازدياد مستمر، وهي الآن أعلى بمقدار 1.1 درجة عن أواخر القرن 19، والهدف هو أنه ما تزيد عن 1.5 درجة. وتأكدوا لو استمر ثاني أكسيد الكربون في الانبعاث بنفس المعدل بتزيد درجة الحرارة بنسبة أعلى بكثير، وبنوصل لعام 2030 وقد زادت انبعاثات الكربون بمقدار 10% بدلاً من انخفاضها بنسبة 45% كما هو منصوص عليه في اتفاق باريس اللي تم في عام 2015 لتخفيض انبعاثات الكربون بالتدريج حتى عام 2030. فهل تتوقعون أن نقدر نخفض انبعاثات الكربون للنص بعد 7 سنوات؟ ولو عجبك الموضوع اليوم تابع الحلقات الجاية على قنوات أكاديمية الإعلام الجديد.